ايه اكتر مأكولات تزود الدم في القضيب وتزود وقت الانتصار؟ اهلا بيكم في تكتوكاية حكاية. القصة مش بس فياجرا وسياليس وليفيترا. زمان الناس كانت عارفة ان في اكلات معينة بتزود القدرة الجنسية ووقت الانتصاب وقوته، زي ايه؟ الكاكاو والشوكولاتة الغامقة جواهم حاجة اسمها فلافونويدز، بتزود البلود فلو، الدم اللي جاي للقضيب، وتزود وقت الانتصاب وقوته. القهوة كوباية ولا اتنين ولا حتى تلاتة بتزود الدم برضو. السبانخ مش بس رائعة لباباي في ايديه وعضلاته، رائعة للبلاد فلو والدم في القضيب وقوة الانتصار. البطيخ سره رهيب، جواه مادة اسمها الليكوبين، موجودة برضو في البابايا، موجودة في الطماطم، ده مضاد اكسدة، غير انه مضاد التهابات ومضاد سرطانات وكلام زي كده، وحتى مضاد الزهايمر، بيجيب دم كتير للقضيب فيقوي الانتصاب ويزود وقته. المكسرات بالذات الفستق وعين الجمل. الاسماك، وانا عارف ان انتوا عارفين المعلومه دي، بالذات السلمون والجمبري والاستاكوزا، مش عشان الفوسفور وبس، الفيتامين د نقصه ليه تاثير سلبي على قوه الانتصاب ووقته. كل ما تبقى الشرايين والاوعيه الدمويه صحيه وجدارها صحي، تعرف تجيب دم اكتر والمود يبقى احسن. اوعى تنسى البرتقال والتوت الازرق والجريب فروت، مليانين فلافونويدز ومضادات اكسده، بيوسعوا الشرايين بالذات بتاعه القضيب، فيزيد الانتصاب وقوته ووقته. وجد العلماء في فرنسا كل ما اكلك يبقى سبايسي اكتر وجواه ماده الكابسايسن، كل ما تقدر الاوعيه الدمويه في القضيب تجيب دم اكتر، كده بس بيزود التستوستيرون هرمون الذكورة. اوعى تنسى الشاي، مليان فلافونويدز وكاريكن وليها نفس التأثير الرائع. زيت الزيتون، يا سلام على زيت الزيتون، جواه مادة اسمها أوليوكانثلز وحاجات تانية كتير بتعزز صحة الاندوثيليوم، الطبقة المبطنة للأوعية الدموية، بالذات اللي بتجيب الدم، اللي بيقوي الانتصاب ويزود وقته. واوعى يتهيأ لك ان القصة مأكولة ولا كبسولة وبس، نوم وراحة نفسية مع شريك الحياة، ومهم جدا جدا الرياضة. مفيش حاجة بتحسن جودة اتساع الشرايين تجيب دم يقوي الانتصاب ويطول وقته أكتر من المشي والرياضة كذا مرة أسبوعيا، ونقلل الضغط العصبي والكورتيزول اللي عمال على بطال عالي في جسمنا واللي بيقلب باقي الهرمونات، وكمان الأدرينالين اللي زايد الوقت كله، وما ينفعش يبقى عندك أدرينالين زايد الوقت كله ويبقى عندك انتصاب قوي. وأخيرا وجدوا العلماء حاجة غريبة جدا، كل ما يزيد أكلك النباتي بمضادات الأكسدة، مضادات الالتهابات، كل ما تزيد قدرتك على إنك تجيب دم للقضيب يزود الانتصاب ويطول وقته. تكتوكاية ولا مش تكتوكاية؟